جماعة الحوثي على محافظة عمران وعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة الداعية إلى التهدئة ووقف إطلاق النار. جاء ذلك على لسان أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني في مكالمة هاتفية مع الرئيس عبد رب منصور هادي. وقد أكد الزياني أن هذا العدوان يمثل خروجا صارخا عن مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي وقعت عليه جماعة الحوثي. لعلعة الرصاص وهدير المدافع ورائحة البارود في عمران يبدو أنها قد وصلت إلى أروقة مجلس الأمن الذي صمت طويلا على استحياء، وهو يرى ما تحققه جماعة الحوثي من انتصارات ساحقة على الجيش اليمني من دون أن يحرك ساكنا، وآخرها سقوط عمران القريبة من العاصمة. وكان مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي قد أدانا اعتداء الحوثيين على عمران، مطالبين إياهم بالعودة إلى صعدة وترك الأسلحة والمعدات التي استولوا عليها وإخلاء المباني والمصالح والمنشآت الرسمية التي احتلوها. مصادر مطلعة أكدت بحث مجلس الأمن للتطورات اليمنية خصوصا في عمران في جلسة طارئة على أن يصدر المجلس بيانا رئاسيا حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة عمران. وعلى الصعيد الميداني، شن الطيران الحربي صباح اليوم الأربعاء غارات على مواقع عسكرية سيطر عليها الحوثيون في عمران، وكثف الطيران الحربي تحليقه فوق سماء العاصمة صنعاء منذ ساعات الصباح الأولى. يأتي هذا بعد ساعات من مقتل العميد حميد القشيبي وسقوط معسكر 310 بعمران بيد الحوثيين. وبمقتل القشيبي واستيلاء الحوثيين على معدات اللواء 310 الضخمة وسيطرتهم على مدينة عمران، ترتفع مقدرة الحوثيين العسكرية بشكل يجعلهم يمثلون تهديدا بالغ الخطورة على العاصمة صنعاء. ويرى مراقبون أن أطماع الحوثي لن تتوقف على أسوار العاصمة صنعاء، ولكنهم يهدفون إلى إسقاطها هي الأخرى وإلحاقها بمناطق نفوذهم بعد أن سقطت أهم معاقل خصومهم آل الأحمر الذين خاضوا معهم معارك عنيفة. تقدم الحوثي في ظل الاتجاهات الانقسامية التي تلوح على خارطة اليمن جنوبا وشمالا. عادل اليافعي، العربية. بعدما كانت